كم هذه ولادي ديجيتال الساعة الثانية، مرحبا بكم وين ما كنتوا واللي تفرجوا فينا زادة على EFM TV. تحية للإكيب ديجيتال نتاع EFM الأولى في تونس، شئنا أم أبينا. وتحية زادة لولادي ولادي ديجيتال اللي منقوصين بنسيم، باش ناخذوها شوية آخر باش نعملوا روبريك ديب. أما نسلموا على قرنقص، عسامة قرنقص صفاف مازلنا راهو مش عارف. أي لا هاني هنا. أي يا باهي، مادام قلت هنا هنا الفهري شنو حوالك؟ صفا حلو واحد صفا لبيس تخبي، مادام قلت لبيس معناها بديس فرحان برشا بديس فرحان برشا، أنا من أفرح ما فهم بالحق والله العظيم نفرح برشا كي تبدا الناس فرحانة ونيجي بوزيتيف الحمد لله، خاطر ما أون با لو شوا، لازمنا نتبادلوا الطاقة الإيجابية، لازمنا ديما فرحانين الحمد لله، ديما جن وديما شباب الحمد لله. قلنا الشباب شاولك شباب شباب بوراي ومرحبا ليعت كيف كيف فرحانة برشا سورتو لينا معاكم ولما المزينة هذي إن شاء الله كله وقرن قص خاطر بحذي فرحانة برشا سورتو السوجي اللي حكيت فيه الجمعة اللي فاتت نتاع المياه، المياه المياه رئيس الجمهورية ظهر لي سمعها وي وإلى غياجي وي وحكي على المشكل بتاع المياه في تونس. احنا دونك مؤثرة برشا ربي بوراي، مؤثرة برشا ربي بوراي، المهم عنا نفتخروا بيه وماك تعرف كرنقص مش في نقطة الكل تتكلم ترول تعمل إشارة ومن بعد نتكلم شكون باش تقول لا كمل ماهيش حاجة مهمة مش حاجة جو سافي جو سافي ربي بنقول لك حاجة قل خليني نقول لك حاجة بجنبك مالك بالحاج الله الله واو رو مرحبا في الساعة الثانية مرحبا بالكيب كل نتاع الحد الرياضي عايش عايش هو في قناة مرحبا نجمو نركزوا شوية باهي معنا دونك نسيم بورقيبة رجع عنا مرحبا نسيم باش نسمع معاك توت سويت الروبريك نتاعك ديب على EFM ديب ديب عسلامة نسيم اهلا وسهلا كومون سافا مون امي الحمد لله الحمد لله لاباس يو ار فاين يا كلم بالانجليزي بيكوز اي سبيك انجلش يا انجليزي نسيم بورقيبة راه انجليزي انجليزي بحت من انجليزيا 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 الوسطى انجليزيا الوسطى معروف باهي نسيم موضوعك اليوم هو العلاج العلاج الطبي بالموسيقى باختصار نجم نقولها ميوزيكوثيرابي ميوزيكوثيرابي باهي اعطينا خويا احكي لنا شوي العادة ديما في الموسيقى نحكي دونك نتصور التوانسة الكل تعرف سبيكار الرازي اي ما مش برشا توانسة يعرفوا شكون يعني رازي الحقاني ولا علاش تسمى سبيكار كيك الرازي هاي أبو بكر الرازي من أول طب في تاريخ العرب يعني اليوم باش نحكيو على اكتشاف من اكتشافاته أنه السيد اكتشف أنه نجم يخفف من آلام المرضى بالموسيقى لحاجة ليه صارت ألف عام التالي يعني بلغة أخرى الرازي ميوزيكوثيرابيوت ألف عام التالي فهمت واو سيد في مراكز العلاج في الوقت هيك يستعمل الموسيقى يستعمل أنواع متاع ألحان في التعزف في السمعة باش إذا كان المريض يتشنج ولا أي حاجة يجي يخفف عليه نوصل لما نحكيه يعني الحكاية ولا ديفلوبي برشا في أواخر القرن العشرين يمكن أوكي حاجة ولا تسمها ميوزيكوثيرابي علاج نفسي يعتمد على الاستماع وممارسة الموسيقى بطبيعة بعض التقنيات الأخرى اللي يستعملها الطبيب ويعني يسمع الموسيقى ويستعمل تقنيات أخرى سمحني نسيم واللي يوصل يعالج معنا حالات نفسية برشي حالات نفسية نام التوحد للزيار وغيره 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 حاجة كما قلت حاجة كما قلت لك صارت لها الديفلوبمون في أواخر القرن العشرين ولا تحط عندها قواعد يعني تتقرى إلا بعد مرحلة علمية كبيرة برشا خاطر علم كبير معنا متقدم في الاختصاص واضح عملت ريشيرش صغرونة بار اكزومبل في تونس في مدينة سوسة كلية الطب بالتعاون مع جامعة نونت واضح فرنسا المادة هي تتقرى السبيساليتي هذه تتقرى في الماستر واضح في ماستر معناها بالتعاون مع جامعة نونت في فرنسا والميوزيكوثيرابي ولات متاحة لبرشا الشعوب يعني برشا بلدان اقتنعوا بها برشا شعوب كيما كندا مثلا ناخذ اكزومبل كندا انه لي كنديان يوصلوا على الكونسلتاسيون 150 دولار كندي
باش يتعالجوا بالموسيقى. وي والباقي كل حاسيات في الجانب العلمي يعني خاطر فوق عاد يستخرج من الميوزيكولوجي او علوم الموسيقيه. والميوزيكولوجي هي بطبيعتها برانش من العلوم الانسانيه. الميوزيكولوجي كان صدقني ربي ان شاء الله نكون صحيح من المعلومه تتقرى في المعهد العالي للموسيقى. متاحه في المعهد العالي للموسيقى سبيسياليتي تتقرى اللي الانتريسي ينجم يقراها بعد الباك في المعهد العالي للموسيقى. يعني ابحاث علميه موسيقيه فهمت نجم توصل حتى لل ميزيكوثيرابي. هذا بيان سور لونغل دو فيو ارتستيك معناتها من الكوتي الموزيكا من عند موزيك جي كان نجم نسميه. كمان بعد باش ناخذوا لي ديتاي الكل سيونتيفيك والطبيه من عند البسيكولوج صديقتنا شيماء بالحاج. معنا شيماء؟ اي سالو شيماء شنو احوالك؟ سالو سابا الحمد لله عايشك صحتك لاباس الامور لاباس؟ لا باش ميرسي بوكو عايشك. وينك الجمعة اللي فاتت قالوا لي جيت وإحنا ما جيناش. إي جيت وما لقيتكمش. يا نار على رواحنا، إحنا بيتنا وقتنا وقتها مستحقينك، مستحقين بسيكولوج. نغسلوا سي ليميسيون فكوا هنا ومشينا سي. باهي يا لالا، سمعت شوية نسيم؟ إي سمعت فوالا عطانا كيما نقولوا المرجع التاريخي للحكاية وعطانا أون جينيرال. هو ك معناتها ميوزيسيان يتعامل برشا مع الموسيقى وكالكو ديتاي. اما معك انت باش نشوفوا بالضبط العلاج النفسي للاطفال بالفن اللي هو موضوع الساعه برامون. اي دونك باش نحكيوا على امباكت دي اكتيفيتي ارتستيك سور لانفون بيان سور لي زيفي بوزيتيف ونحكيوا على العلاج بالفن او بالاحرى لي ثيرابي اميلياسيون ارتستيك. فما بليزيور تكنيك كيما كنا نسمو لا ميوزيكوثيرابي بالموسيقى لا دونس ثيرابي بالرقص لاغ دراماتيك بانشو كو سو سوا افيك لي زونفون نيروتيبيك العاديين ولا لي زونفون ا ديفيكولتي نحكيو على ثيرابي ريدوكاسيون ايدوكاسيون بالنسبه للي زيفي نتاع الفن على الصغير. En fait, je n'appelle le cognitif, sur le plan cognitif, le cerveau coordonne différentes régions d'une manière flexible pendant les activités redouma. Souvent, il va être plus souple, plus créatif, ça stimule la créativité, l'imagination, la planification, l'analyse de la pensée en général. Donc, cette stimulation, ça va procurer le plaisir émotionnel et ça libère les hormones de Saad pendant les activités redouma chez les enfants. دونك سيروتونين دوبامين اكسيتيرا وفما اوسي الحاجه الموجوده برشا في الفن مش موجوده بوتيتر في دوتر اكتيفيتي اللي هي كيما دي لا سوبليماسيون اللي حكى عليه فرويد اللي هو لانفستيسمون دي انرجي دو بيري هذيك في البرودكسيون ارتستيك تديرها تيب دوزاج ولا كانيزيزاسيون بالنسبه للانفون على هذيك منصوص بيه برشا باش نخدموا الفن العلاج بالفن افيك لي زونفون il y a un peu d'hyperactivité et d'instabilité psychomotrice. Oui, oui. Voilà. J'ai remarqué sur le plan social, il y a l'interaction, la communication, il y a le schéma corporel, le signe de soi. Donc, on va citer l'effet de quelques techniques thérapeutiques à l'enfant, qui m'a demandé qu'il m'a connu honnêtement. تخدم الريتم تخدم الفوا تخدم لاستيميلاسيون دي اكتيفيتي سونسوري موتريس بلي فريكونس نتاعها الموزيك كلاسيك عندها ايفي معين الريتميك عندها ايفي اخر معين بيان سور البانتور اللي هو يخدم اكثر لستيم دو سوا ليماج دو كور لا ستابيليتي اتراجير شوا دو كولور لابليكاسيون البريز نتاع البانسو وهو قاعد يخدم صغير التياتر اللي هو يخدم الاكسبرسيون ليموسيون اللي نحكيو بسيكودراما باغمي لي تكنيك المعروفين في الثيرابي يحكي عليها ارسطوط بيان سور بيان سور C'est comment s'imposer, qui fait tu dégages la voix, qui fait t'écoute, qui fait en public. Nassim, t'fadl. Je vais vous poser une question. Oui. حسب الحالة النفسية يعني يصعب اختيار نوع الموسيقى معناها اللي باش تسمح لل ميتاسيون ولا ما عرفش يعني حسب حالته النفسية. D'accord. Donc, بالنسبه للميوزيكوثيرابي سا ديبون انت والحاله نتاع الباسيون اللي معك معناها مثلا بور لي زونفون اوتيست
ديما ماذا بينا حاجة كالم، حاجة كلاسيك، حاجة الفريكونس نتاعها أقل، حاجة ليزانسترومون نتاعها بلوتو ليزانسترومون ما فماش كلام ما فماش، خاطر هذاك اللي يخلي بلوتو أكثر اللي يدير كسلو بستيريتيكي نتاعو اللي يخلي أكثر أجيتي. دونك بوغ دوطخ كا كيما مثلا اللي عندهم دي زانغواس اللي عندهم دي فوبي، دونك يلفو إكستيريوريزي بلوتو، دونك لازم حاجة بلوتو فيها أكثر إنرجي أكثر هيجا حاجة تفرهد هاي تو ديجاج ال ال اي 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 هما انواع به. نحب نقول جوست دونك حسب السونداج على ستوري اي اف ام اللي هبطناه قبل ليميسيون 75% موافقين على العلاج بالفن، والحقيقه ريزولتا موجوده منذ سنين. انا الاكسبيريونس نتاعي في المسرح الحق معناتها سيكولوجيكمون الصغيرات يتفرهدوا يتبدلوا في وقت قصير، اما المشكل يا دكتور بابا اتاو نجيك لحظه برك نكمل فكرتي. المشكل اللي هو لونجاجمون دو لونفون، معناتها كي تقول لي يقعد يسمع ميوزيك كلاسيك فما صغار ما يقعدش يسمع، هذا اللي نسال عليه. كان واحد يبدا بلا كبير ولا يفهم يقعد يسمع ويستوعب ويعبي، اما صغير يبدا مثلا اجيتي كومون تريتي سا داكور. Alors, qui est de faire agiter, qui fait que je rentre la musique. Alors, je me fais tout ça systématiquement et je me rentre la musique. Alors, je me dis, c'est la vie, j'ai le jeu, il y a le jeu, et je me lave le jeu, je me lave le jeu, je me lave le jeu, je me mixe le jeu, je me lave le jeu, je me lave la stimulation, je me lave le toucher, je me lave un contact. أكور أكور ما بين أنا وصغير هذيك بشوي ومن بعد نجيب الموزيكا، معناها باغيتا لحكاية باش هو يقبل حاجة هذيك ما تكونش أمبوزي عليه. فوالا واضح واضح. نسيم عندك سؤال عندك مضيف؟ جيت شو نقول ديجا حتى الأم يعني ما عرفش أنكونسيامون نسيم كي تحب ترقد صغيرها تغني له يعني وي وي بالحق حاجات نشوفوا فيها كل نهار شعورية غيرها يرتاح يرقد تغني له نني نني جاك النوم اي لقدتني انا يعني الطفولة يمكن اهم مرحله يعني في تكوين الانسان. دونك كلام الدكتور وي 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 مندي خالد عايش كي نسيم هو راهو هو عايش هو توظيف الحاجه هي المهمه، ما من قبل معنا الاكسبريسيون تفرهد برشا شتيح حتى المزود العروسات ترى العباد يرحي 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 فهمت هو ما كانش عندها اسم يقول لك ايه ناحيه خمجة على قلب مي تو توظيفها هو المهم. نحب نسال جوست اسكو اسلوب العلاج هذايا معتمد به في الناسيونال معناها في الاطار الوطني معناتها بلادنا فيها ولا بريفي الكل مازال بريفي؟ نزل كله بريفي مثلا لا دونس ثيرابي كيما كنا نحكي وجابليك انا لا دونس ثيرابي puisque je suis danseuse, donc j'applique avec les enfants à difficulté. موزيكا راهي نتيجتها باهية برشا في ظل اللي فما ديبريسيون خلينا نقولوا فما ديبريسيون جينيرال عندها سيني قاعدة تحوس معنا وموهيش ديكلاري بلاش وراق تعيش معنا دونك جاونا به. دكتورة باش تحب تختم صحفة كريمة نورمالمون صحفة كريمة نورمالمون حاجة حلوة حاجة حلوة سامارش يا لالا بارك الله فيك ميرسي بوكو على تدخلك تاعك وان شاء الله ان شاء الله الاسبوع الجاي نحلوا موضوع اخر بديس والله هو لا ميديسين الالتيرناتيف هذه ولا لي ثيرابي هذوما فهمت المشكل اللي الكنام ما رمبورس با معناها لي ثيرابي هذوما فهمت لي سيونس دونك اذا كان الكنام اذا كان فما دي ريزولتا وكل شيء وفما ان رمبورسمون العبيد يفون افوار اكسي لي ثيرابي هذوما اي بيان سور مادام انت اون رومبورس با معناها لي سيونس هذوما دونك يتسمى مش معترف بهم والاعتراف يكون في لي كيس هذوما سوسيال لا زاد نقصد اعتراف معناتها فما في سبيطارات فما دي ريشيرش سيانتيفيك راهم موجودين كي اون بروفي معناتها ليفيكاسيتي تاع لي ثيرابي هذوما فهمت ديجا فما دراسه تقول المحير سيكا باهي العين حوت الكريز
مالك بالحاج في الدقيقة 23 يميع القضية. يعني ظروف المباشر صعيبة برشا. أنا كي يتمنى ألقى بها وين نخرج الموسيقى. نسيم باي باي أخوي سامحني يا نسيم، أنا ما عاملين فيا. ميرسي دكتور. عايش كي نسيم يجينا بربي الجمعة الذية باش تفك بلاد. أنت لهنا إن شاء الله تسلك. أخزر قاس في جابها، قاس في جابها. إحنا من نجمو كان لطل باللطف توتسويت يا لطيف مع اركز هيب هوب على اي اف ام احلى راديو. ولاد ديجيتال مرحبا بكم. ماضي الساعة 29 دقيقة. مالك بالحاج علي صار رباب بوريو بديس دكتور جوجل. يا هنا الفهري ولا تعاقل راهي تبدلت وقرا وقسي بربش في تليفونه كالعادة كالعادة. ما تحكش راسك، انت عطيتني لاكسي قلت لي استا اعمل اللي تحب. عطيتك لك يا برشا فانز خواتي واصحابي وحبيبي بالجملة والحملة خواتي واصحابي وبنات به. بعد شوية روبريك ماكساب مع ربيب بوريو باش يسألنا بعض الأسئلة، ولكن الآن في علاقة مباشرة مع ليكيب ديجيتال باش نتفرجوا في ثلاثة فيديوهات ضربين على التيك توك والانستغرام على مواقع التواصل اللي هما ينجموا زادة يتسمعوا. دونك جماعة الراديو ركزوا في الفيديو ذوما وقعدوا معنا. فوالا تاخذوا معنا هذا هو. اعطينا فيديو قالوا لي راهي عملت البوز. شنو هي البوز هذه؟ وانا ما نعرفش معناها البوز. تعرف؟ ما نعرفش. حتى روحت للدار شفت على البوز شنو هي البوز. شنو هي؟ وقت في التلفزه الوطنيه. قالوا لي معناها انتشرت حاجه كبيره. اسمع سيدي. وبوز كلمه جايه من الانترنت كيما حس النحله كيعمل بز. قالوا لي راهي عملت البوز. قالوا لي راي عملت البز. فوالا دونك الابداع المونتاجي للشباب العبد عمل مونتاج ما شاء الله برشا 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 ابداع في برشا ابداع ديجيتالي الحقيقه يقعد يمتع فينا معناها فريمون. كي تبدا حتى قلق ولا في سلداتون تاع طبيب ولا حتى تستنى في الكار والحاجة تحلها كي ترفع على روحك الحقيقه دردش. انا نقول لي يفهم ديجيتال بصحيح برجوليه معناتها يدبرها عايشك. واللي ما يفهمهاش بصحيح يبدا شاد تليفونه مصباح الليل هذاك راهو سامحني يا مره مريض ويزمو يداوي بالموسيقى كما قالت هذاك يتسمى نوموفوب. نوموفوب معناتها جهه موبايل فوبيا. الحق هذا مرض راهو جديد مع تكنولوجيا جديده. نوموبايل فوبيا هذا هو. باهي باش نشوفوا الفيديو الثانيه. يا منورنا يا شنو الاسم؟ كورونا. شنو هي اللقب؟ فيروس. وشنو اسم العائلة؟ كوفيدا. مكان الولادة؟ في الصين. شكون الكراش متاعك؟ بالطبيعة شعب تونس نحب هنا شكون الشعب تونس. مال شنو تنصح الشعب التونسي؟ التعنيق والبوس البوس البوس سيب عليكم البافيت والجيل علاش الخنقة تخنقوا في رواحكم زيدوا عمق وزيدوا خلنا تكاثر. شنو هي الاسم؟ الكوفيدا مدام كوفيدا اون بيرسون. كيف معناتها ابداع هذايا هذايا كرياتور دو كونتوني اسمه امين يعمل فيديوهات على التيك توك وعلى الانستغرام. قدموا له تحيه يختم على روحه. برافو امين. صديق جا البيريود ما نحكيوش معناها بعد شوي مي قاعد يخدم على روحه يعطي الصحه. برافو امين. يا كورونا انترفيو مع الكورونا سمباتيك. باهي قبل ما نمشيو للفيديو الثالثه سمعتوا بالاخت اللي مشات تخطب في ظل هالبرشة عمايل اللي ما يسيروش وما نتخيلوش نهار باش نعيشوهم. يا اخي لا بروفيتي ابارامون قالت لك برا خلينا نمشي نخطب لحبايب مادام ما جاش هو خلينا نمشي. كان يجيو يخطبوك مالك شنو تتشرط؟ ما نصورش يجيو يخطبوني. عليه ما عنديش كوستوم. معناتها تتساوى به مش سمعت اللي جاو خطبوك برشا قبل فشفوش كنت نجم تعطينا معناها لمحه على لي زيكسبيريونس اللي عشتهم وكيفاش وقداش من واحده خطبتك وعلاش هو ما جاو خطبوك مش انت مش جاو خطبوني ورفضت. جاو خطبوني ورفض علاش؟ الموسم ما عجبكش؟ اي الموسم ما عجبنيش انتشرت برشا. نحب كهرباء بالعجال نحب عجالي بالكهرباء برشا حاجات المهم العجال. بديس سيدي تصور بالحق تبدا قاعد في الدار يدق الباب هكا تصور بدي كملت بديس قاعد هكا تبدا قاعد في الدار تدق الباب على السلامه جيناكم خاطبين راك وشكون انا انت ها انا اي ما نجمش
ترفض ترفض بديس تصورك تقول لا بديس اكثر واحد نقول لا عشق ميكانيك فما دي ستاتيو هابطوا بعد الحكايه يضحكوا على الاخر باش نقرا لكم منهم حاجات خاطر التوانسه بالحق ابدوا ابدوا في التنبيه فريمون ما شاء الله علينا فما ستاتيو تقول غدوه سمر جاي تخطبني ولاد عمي باش يموتوا بالغزول الو الو انا ولد خالته راهو في السبيطار باش يموت تعرف اللي انت ولدي الرجل يخطبوه مية ويبات عند واحدة كان جيت له يا بيا راك عرفت يشبيني كان ذاك نقلبوا الأدوار معناتها كان الأولاد بالرسم يخموا كيما البنات أمي قالت لي الإذية اللي ما نقراوهاش صحيح دونك فما واحدة فما واحدة ضحك على الآخر تصور أربع بنات كارين سامبول ويبزسوا في الأولاد شيرة المرسى ردوا بيكم ومخرجين مرافقهم السامبول الأولاد ردوا بيكم وإلا الأولاد تقاهم ما يحضروا في الزهاز متاحهم ويبدأ يحكي مع صاحبته يقولها راهو الزهاز حاضر وقتاش نبي تجي تخطب يعيش هو رينا كل شيء في 2001 جوستوما أنتم تو مستغربين بدات خاطر هي حاجة أوفيسيال وحتى ما نتعقى أيديا وكل شيء الراجل هو يتقدم للمرأة وكل شيء أما تو العلاقة بين الطفلة والطفل معناتها بالرسمي يتلقاهم زوز ذكورة فهمني متعوها صاحب الغول يتلقاه هو هكا محليه شره وهي محليها هكا مع بعض مع صفرات وهكا تحكم فيه يا ما تلقاهم الجملة يا ما تلقاهم الجملة اي هذا هو هذا هو دونك التقدم للحضارات ما ندخلوش بعض ما ندخلوش في حيط اشكو هي صحيح هو هي حاجه كي سورتو توا باش يرجع موسم العروسات والافراح والمسارات دونك عادي واحد تخزر له امه وتقول له بربي عايش ولدي قوم اشطح بنت خالتك معلمه بربي الاخبار نتاع الكوفر فون صليل ما تاكدتوش منه يا ولدي يزي من الاخبار الخايبه راك في راديو ماناش تحت الحيط اسمعني لحظه برك خو عنا فما شكون عنده تعليق على حكايه خطبه البنيه نبيل كلاب نسمعوه الطفله اللي مشات خطبت حبيبها من دارها من حبيبها محلاك وما بنك وينعم بوزينك وانت يلي جايبتها الاميره النائمه وقعد كيكه نائمه لين يلعبوا لك من الصباح لليل وانت جام جدور على التصاور بتاع الصيد لين يطيروا لك بيه وتمشي تشري كلب ويذيع لك وتهبطوا على لوست اند فاوند وما تلقاهش شنو المشكل كي تمشي تخطب الحب من داره وما كاي حبيبك معز وتدخل تمشي بكتافك قدام بوك على اساس ماخذ ولد حلال ويدخل السيد يتحوش ما كاي ذبل في شليغم وبتبقى شروبه شنو المشكل كي يعمل عليك ضغط يقول لك راهي بنت عمي تعيش بالسعوديه باش تخطبني راوك بسرعه شنو المشكل كي تجيب له في العيد الصغير موسم استيكا ليجير وصفات 47 ومقنين وكذا شنو المشكل كي يقول لك راه ولد خالتي دخلوه بالغباب يعرس في صاله انا راني ما نعرسش في بطحه عيشوا معنا الضغط الطفله اللي مشات خطبه ماني فيك باهي برشا مالك حبيت تعلق ما فشفوش ما فهمتش علاش تضحكوا الطفل هذا معناها بالحق معناها كل ما يصير حاجه في البلاد هبط عليه فيديو يحب يركب على الاحداث في باله بروحه وضامر ما فهمتش علاش تضحكوا عليه من قبيله ما بف معليش تعديت فيديو هذا كلاش مباشر هذا والله انا كلاش هذا راي في البشر هذاك ديجا هوموريست تبعثكم انا مالك تحكي معناتها ما تلخر سمعت فما مناوشات بين مالك بالحاج والاخ كله ديجا لبس لي ماريولي ساعه قول يرجعوا لي والله حاجه ساعه بعد ربيع عمتي تحيه كليف انا ما عندي حتى دخل انتم دي زوموريست تبعكم شفت معز مش امورهم تقول انت فوالا امورهم حلو قرب باش نروح قرون بركي جمال خمسه حلقات قال حاجه به معز مجبود هك في الحكايه ذي معز جاي يخطبوك معز عامل برشا دوينه مع الوالده يا معز عيب عليك انت طفل متربي وظاهر اخلاقك عاليه امه مغش عليها خاطر كسر لها البانو الاخضر البانو صغير والله 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 هيك الشيخ علي البانو خفيف وبالوذنين كان يدوش فيه وصغير عمل لك انت ايش عمل بيه البانو هاي استعمله كسر وجبد الكاوتش وكسر البانو تشري البانو وتطلب من امك السماح فوالا بعد البرنامج وهكا البانو دخلوا في الزهاز واستنى لا هو خذاك عبيت واحد هندي حبي يبردهم في البانو هذاك هندي مرسي باجا مرسي باجا باهي برشا يا سيدي احنا دونك باش نتعداو لي شوز سيريوز افيك ربي مش سيريوز برشا الحقيقه اليوم انا مش سيريوز برشا خاطر باش ماشي نقول باش نركبوا على الحديث يزينه اما بعد 25 جويله كيما كنت نحكي قبيليك برشا حاجات تبدلت حتى واحد نفسيته تفرهد ولا يخرج فرحان ولا متى يغزل عبيد في الشارع بالحق قديش
تخرج للشارع تحس كاين درشنا وعملنا معناتها تنفسنا الناس الكل حتى ميم سي الكوفر فو وقتها جوست بعد 25 جويليه ولا 8 متاع الليل اما ذيك ساعه العباد ما تقلقتش وعادي ونورمال بورتون زدنا تخنقنا خاصه مع السخانه وكل شيء ولا العشرة حتى توا ولا العشرة وان شاء الله باش يولي نص الليل نتفائلوا احنا توا باش نتفائلوا في ماكس اب اليوم باش نتفائلوا دونك حبيتش نحكي وحدي اليوم في البريك نتاعي حبيت ناخذ رايكم الناس الكل شنو الحاجات الجديدة اللي تبدلت في حياتكم وإلا في تونس حسب ما قاعدين تراو وباش نبدا بمالك علاش انا الاول خاطرك بحذايا ولا اسمعني بالحق سي فري انا صارت لي حاجه بيزار بيزارمون المنتجين نسالهم فلوس وهما يكلموا فيا يا مالك يجي اخلص راك تسالنا انت فلوس واو فهمني فما شبه منجا اسمها مروة هاي ما نحبش نقول لقب سينا تعرفوها مروة رضواني تكلم فيها يميلك يجي هز فلوسك مشيت هز فلوسك انا مشيت شان ما نحبش نقلص ما عينكش المنجين ولا يوم خلصين خويا بعد 25 يا خويا تحية للمنجين الكل تحية للمنجين الكل تيبو رجعوا الربي ايش بيه ما تعرفش عليه وانت ديش شنو ساعة انا بعد 25 برشا حاجات حلوة انا 25 جويلية تخلى علي وانا في تورناج والحقيقة ما مفقتش ما تبعتش الحديث عن حسب اما فما بوزيتيفيتي فما حاجة دور كنا في مشي للهفوف كنا في الحدرة ها توا هكي رجعت في الحثب في الحثب بيردوا بينا خاطر فما ناس مشى في بالهم كورونا تنحات راهو تنحى البابات نسينيها جملة نسينا ما عادش نتبعوا في الأرقام كل يوم ما عادش كل يوم ولينا أخور خاطر الليدات وكل جيت بريود العباد الكل متى أنا واحدة من الناس نقوم الصباح ديريكت ما نحل فيسبوك نحاول نشوف الأرقام تاع وزارة الصحة اش فما اش بيك شكون نتفقد العائلة زيدة وكل دونك شنو حوالكم اليوم هنسينيها هني راهو حاجة مهمة ريت الامباكت متاع الوضع السياسي يأثر على الشعب دونك كيف هكا حسينا فما إصلاح وفما حاجات بهين جايين سي اوتوماتيك تيموتيك نجمش تقول اوتوماتيك تفحجني لخي ما تنجمش تقول اوتوماتيك مادام قرون قصة انا راجعتك قرون قصة دونك اوتوماتيك ما يعني العبيد تأثر عليهم بالإيجابي والعبيد اللي كانت مأيسة في فترة ما عاود رجع لها الأمل والتفاؤل اللي فما تغيير وإن شاء الله يعني كما التغيير هذا سار على العام باش يصير إن شاء الله على الفردي كل واحد إن شاء الله يا ربي أحوال تتحسن من خير وانت قرون قصة تفضل سي قرون قصة بعد 25 بالحق والله فرحت برشا من الاول اللي مثلوا لانين راجعوا لسال دو سبور وكل شيء مازالوا البيسين مسكرين وكل ان شاء الله يرجعوا رجعنا ترينا صاروا لي شويه هكا مشاكل في العائله شويه خويا مرض بالكورونا نسف له راحت شيء راح كيف فارغه لباس ان شاء الله لباس وامي نحب نقول رد بالك على روحك وبابا كيف ورد بالكم ناس كل راي ما فاتش الكورونا راهو مش على خاطر تسيبنا ولات العشرة وموضوع النص الليل العشرة لا حول ولا قوة الا بالله بديس تفضل والله انا بعد 25 وليت 26 شوية خايف على اصحابي لي زوموريست خاطر ظهر لي السياسيين باش يقطعوا لهم خبزتهم ترم يضحكوا اكثر برشا معناها من العباد اللي تكتب وكل شيء واو 10 سنين وهم ما يعملوا في حد شيء قاعدين بركين على قلوبنا واليوم يحكيوا والله ما تبدل شيء في 10 ايام والله يعطيهم الصحه معناها نكته على الاخر حبوا في 10 ايام ساي الدنيا تتبدل فما واحد كتب هاي تنحات الكورونا بعد ما تبدل تنحى مجلس النواب زعما ذامر هو فهمت ركيكه بيه هذا هو ربيب هذا هو حبيت نعطيو موجات ايجابيه للعباد اللي تسمع فينا خاطر يزينا من الاخبار الخايبه معناها نفهموا اللي ربيب ما حضرتش اكزاكتومون كانت لاهية ب 25 جويليا فوالا هاشتاج اليوم هاشتاج اليوم هو 25 جويليا معناتها ستي بوزيتيف العباد الكل وسورتو نحب نقول كلمه اللي اي اف ام كنت من اول لي راديو اللي كانوا متابعين لاكتواليتي من قبل 25 جويليا من 24 23 جويليا هما متابعين الاحداث الكل وكانوا العائل مكان في باردو في سونتر فيل وكل دونك فريمون مش خاطر احنا موجودين في اي اف ام لي اما بالحق يعطيهم الصحه على الفور اللي قاعدين يعملوا فيه يتبعوا في الاخبار لحظة بلحظة دي جي نيوز جينا بعد شوية ما توتسويت نسمعوا ألفا بيوتي فل على اي اف ام احلى راديو فل فمن مبدعين الموجة هذه
من مبدعين الثلاث اربع سنين هذوما بالحقيقه نشيخ عليه برشا برشا. تحيه ليه من سيدي بوزيد تقريبا ولا من قسرين. قسرين من قسرين قدموا له تحيه الف الف بنين برشا. ما عادش فما حدود في الموسيقى الحمد لله. نعيشوا في حاجات بنينه برشا في الراب وفي الموسيقى في تونس. هذه هي الثوره اللي صارت. يقولوا ما صار حتى شيء. لا لا صارت ثوره في الموسيقى واسمنا عالي في العالم جمله. معناتها موسيقى تونس قاعده توصل والحمد لله. نرجعوا نحن لمواضيعنا ونرجعوا تود سويت مع هنا الفهري في دي جي نيوز. دي جي نيوز الاخبار الاولاني نجيبه لكم من تيك توك اللي كثروا فيه التراند والهبلات وحاسين كل مره نشوفوا في غريبه. دونك البيريود هذه فما ان تشالنج اللي هو ياسر توندونس اسمه لو فروزن هاني تشالنج. فروزن هاني تشالنج الهاشتاج هذا وصل لعمل 101 مليون. واو 101 مليون صحيح. ما عرفتش تقولها بالعربي 101 مليون تلمو برشا فهمت. دونك تشالنج هذا شنو هو؟ عباره على انك تجيب عسل تحطه في بوتي نتاع ماء بلاستيك تحطه في الكونجيلاتور ومن بعد كيف يجمد تعمل سكويز للبوتي. سكويز ترجم يعني تنزل تعصرها فوالا تعصرها ولازمك تاكلو. سكويز مي ناصر بدني دونك هذا رينا يعني بالرسمي العبيد الكل سورتو الصغار يعني يعملوا فيه تشالنج هذا ملي اثار قلق وحيرة الاطباء ونبهوا باش ما يندفعوش وراء الهبلات هذه. وانا نشوفوا في التصاور على ام تي في في الفيديو دونك حاجه مضره جدا. وهو باش يحكي لنا مدام جنبي شيخ جوجل ما ادراكش يزيد يحكي لنا على المدار شنو بالحق سواء ديجا عسل حر ولا مش حر. هذا مش مشكل في امريكا مغشوش. شنو الضرر؟ شنو الضرر؟ اي سكر برشا سكر. ما هما صغار شنو برشا سكر؟ شنو صغار؟ العسل سي اكستريمون كولون فهمت؟ دونك يدخل بين الغب والسنه وكل شيء حتى كي تحك ما يحب له وقت باش يتنحى فهمت. و سا فافوريز لا كرياسيون تاع لي اسيد من لي بكتيري دونك عنده اون اكسيون سا فافوريز لاكسيون اسيدوجينيك دي بكتيري فهمت؟ واضح. دونك ماذا بينا العسل ناخذو هكا من غير فصغيره نتاع قهوه كيما استانسنا في التيزان ولا الصباح وما ندفعوش وراء الهبلات هذم. خبر اخر يجينا من انستغرام اللي اطلق خدمه الريلز كيما نعرف الناس الكل عندهم ديده باش يطيح على تيك توك. كيما نعرفوا الريلز مدتهم 15 سكوند والا 30 سكوند. دونك برشا ديزانستغرامور عملوا يعني دوموند الانستغرام يحبوا يزيد يطول لهم في المده كيما تيك توك 60 وعلى فكرة تيك توك عمل هكا وردوا 3 دقائق نجم تغبط. دونك قعد الانستغرام تو يعمل تكونس. اوكي داكور. دونك هبط انستغرام في الكونت اوفيسيال كرييترز اللي تبع انستغرام قال يو اسكت اند لبينا طلب. فوالا لبينا الطلب نتاعكم وهنا ردينا الريلز 60 ثانية وفوالا. شكرا قرنقص على الترجمة بارك الله فيك. قرنقص جبناه معناها عندنا برشا وقت باش نشطحوا في الريل صحيح. دونك ربيب جيماجين تبعوها باش نطلعوا كل نهار ريل 60 ثانية شطيح. دونك كمان ما نبداوش نتبعوا في اللي فيه هذوما معناتها بالعينين مغمضة. ردوا بالنا على صحتنا وردوا بالنا شنو نعملوا مالغري لو نومبر دو فيو. اما راهو مش معناتها حاجة باهية. احنا باش نعداو مباشرة من غير فاصل ومن غير حد شيء ماناش باش نرحموا رواحنا وديريكت من عالم التيك توك الى عالم السينما والسيريات. فما واحد تحسوا ابا لو غرو ماليك جماعتي اللي فاتوا فلتنا الروبريك تاع مالك مره زربناه ومره ما عملناهاش بالكل. دونك اليوم نتصور مالك محضر لنا 4 ولا 5 سيريات. هذايا مش نعملها بالحق مش رجع فاست اليوم سامحنا مالك والله سامحنا. توت سويت دونك سيري فيلم 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 اللي باش نحكي لكم عليه بون لازم تفرج فيه. اي شنو هو؟ شنو ديريكت هو؟ سيني سيري فان نوهر فيك صاحبي نوهر فيك. قلت توا يدي عندك الجنجل نتاعك حتى كي يوقفك بوليس قول له عندي الجنجل نتاعي وعندي كل شيء. فوالا هاي جنجل بينا جنجل هاي جنجل بين وصلت انا ما قلت شيء ما قلت شيء. علاش قلت لك اقوى فيلم هذايا؟ على خاطر حاجتين. الحاجه الاولى اللي هي الشخصيات الرئيسيه
لي بروتاغونيست نتاعو هما بيتهم لي سيناريست. اوكي معناها هما كتبوا لرواحهم الفيلم هذا. والحاجة الثانية اللي هو أطول فيلم في العالم. علاش أطول فيلم في العالم؟ في 14 ساعة ولا خاطر بدا من 1881 ولتوا يمشي الفيلم هذا. الشخصية الرئيسية اللي هما بيدهم السيناريست من 1881 عاشوا برشا خايب وبرشا ظلم ومن بعد بالكرتوش وبالدم وبالطرق الكل جابوا حقهم بيديهم عام 1956. دونك من وقتها بداوا يبنيوا في رواحهم برواحهم بالعلم والثقافة وحطوا مسؤول يحبهم ويحبوه. والمسؤول هذايا ما بخلش عليهم حتى شيء بالعكس زيد عطاهم روحه وذاك علاش سماوه الزعيم. وفي كل فيلم فشفوش ما لازم تلقى الشخصية اللي تعمل في الخير ومقابلتها الشخصية اللي تعمل في الشر. معناها البوا والكونتر بوا في الكتابة هذايا معناها فهمت. وفي فيلمونا هذايا الشخصيات اللي تعمل في الشر لي زونتاغونيست يسميوه في السينما لموا بعضهم وقنعوا رواحهم اللي هما احسن عباد واللي هما يحبوا الخير للعباد هذوما. دونك تلموش تلم تهموش فهم. تحركوش تحرك غنوش فرق غنوش غنوش توي ليه بروتاغونيست فاقوا بهم فاقوا بام فاقوا بهم اللي هما كذابه ويحكيوا باسم الدين الحسيب حكيت هذاك كله واللي عندهم حتى علاقه بالدين. لين جاء مسؤول جديد حطهم في البلاصه لازم يكونوا فيها حياتهم كامله اللي هي الحبس. دونك هذا حي مخرج شنو مانيش معاك نحكي مع باج باي عندي الحق. اما لي بروتاغونيست في بينهم باش تتبدل الاحداث نتاع الفيلم ويعيشوا مرتاحين. يا اخي يطلع المسؤول الجديد اللي حطوه نقمة عليهم وخلق لهم ديزانتريك بديس كيف جدد وتخلقت مشاكل جديده تعرفها مليح فشفوش انت هذايا في الاحداث نتاع السيناريو. ولقاو رواحهم حتى الديالوج ما عادش نجموا يقولوه ما عادش نجموا حتى يقولوا كلمه بركه في حريه التعبير في السيناريو نتاعهم. في السيناريو نتاعهم صحيح. اما المسؤول هذايا ناسي الا الشخصيات الرئيسيه هما بيتهم السيناريست. دونك شعملوا ولاو خموا في دي سيكونس جدد مع ميزان سين جديده اللي نكتبوا اقوى سيكونس في الفيلم. السيكونس هذه هي خارجي نهار شارع الحبيب بورقيبه والمونولوج بتاعها فيه كلمه واحده هي ديغاش. وانتم تعرفوا اللي سيلو يكتب ويفسخ اللي يحب عليه وقت ما يحب عليه. هذاك علاش المسؤول خاف من السيناريست هذوما وقلب منظر به. اما الهروب نتاعو خلق بلوت في السيناريو. مش معناها بلوت اللي هي لي زونتاغونيست رجعوا يدرعوا في الخواطر نتاع الشخصيات الرئيسيه معناها هذوما تاع الفيلم هذايا وكيف كيف ناسين اللي سيلو في ايديهم هما معناها فهمت. دونك اش عملوا لي سيناريست نتاع الفيلم هذايا؟ استعملوا تكنيك في الكتابه اسمها الماكوفن. الماكوفن هذا يا اخوي تكنيك بدا هيتشكوك واللي هي اللي موتور في وسط السيناريو عاده ما يكون اوبجي نقولوا احنا وساعات تراه في وسط الفيلم وساعات ما تراهش كي تبدا تفرج انت معناها فهمت. مي مهم برشا باش تخلي الشخصيه تخلي معناها شخصيه عندها افونتاج على شخصيه اخرى في وسط السيناريو. كيما بار اكزومبل عندك شركه فيها ميكرو يسجل هذاك تخليك انت معناها هذا يسمى الماك ماكوفن. والماكوفن في الفيلمون هذا هو الدستور خويا طلع صحيح فهمني. وانست لقوا شخصيه ثانويه وقتها وحطوا لها برشا خير معناها في الابعاد نتاعها وقعدوا كل مره يزيدوا لها في السيكونس. ما تعرف انت ما نزيدني سيكونس لين ولات شخصيه معبيه وقويه. ومن بعد كتبوا ثاني اقوى سيكونس في الفيلم اللي هي خارجي نهار المكان الشارع التونسي بتاريخ 25 جويلية 2021. والشخصية الثانوية هذية بالماكوفن اللي هو الدستور طلعت من الشخصية الثانوية طلعت ديوس اكس ماكينة. وديوس اكس ماكينة هذه تكنيك في كتابة السيناريو عادة ما تكون شخصية هاي. اما في المسرح الجريك يهبط ديو ذاك السما ديوس اكس ماكينة فهمت. والديوس اكس ماكينة هذي علاش نستعملوها في الكتابة؟ باش تغلب المشكلة اللي عندك في الأحداث ولا باش تخرج الشخصية الرئيسية من مشكلة كبيرة في السيناريو. دونك هذه تكنيك ديوس اكس ماكينة تستعملها في الكتابة باش تخرج الشخصية الرئيسية نتاعك من مشكلة كبيرة. والديوس اكس ماكينة بتاع فيلمونا هو سي قيس سعيد ولي زونتاغونيست هما نهضة بيان سور واي عبد حاب يظلم الشعب التونسي مش كان نهضة معناها. والسيناريست بتاع الفيلم هذايا
اللي هما بيدهم شخصيات رئيسية هما انتوما وإحنا الشعب التونسي. وفي كتابة السيناريو كي تبدأ سيتواسيون قوية ما تسحقش ديالوغ، تعرف الحكاية دي. تبدأ تعمل سيتواسيون قوية سيرتو في الكوميك ما تسحقش ديالوغ، هذاك علاش احنا مانيش قابلين ومانيش عاملين الحوار معكم. والفيلم هذا مازال متواصل واسمه تحية تونس. تحية تونس، تحية تونس، برافو برافو تونس، لحمي قشعر والله. برافو مالك، ميرسي. اعطينا عنوان تاع سيري كمط ونخرج. لا برافو، حلو حلو. سينو ابار فيلم هذا فما شوف لي حل هذاك، هبط على الوطنيه الاولى. تحيه المدير البرمجة تاع الوطنيه الاولى على شوف لي حل. اوكي، كلمه الختام قنوقس. والله كلمه الختام، حبيت نترحم على روح صديقنا اللي توفى مؤخرا، حلمي بالفقيه، وقولوا ان شاء الله عائلته ربي صبرهم. وذاك هو، الله يرحم، الله يرحم. هنا انا نحب نوصي الناس الكل يسمعوا فينا توا، راهو الكورونا مازال ما فاتش، اما احميوا رويحكم، البسوا لي ماسك ان شاء الله بالوقايه والفاكسان باش نغلبوها ونرجعوا نعيشوا خير من قبل ان شاء الله. ان شاء الله. بديس، انا نقول ان شاء الله الناس الكل يردوا بالهم على رويحهم توا، سورتو مع الكورونا وكل شيء. ونقول راهي تونس ان شاء الله مازالت باش تقعد، ومازال شعبها باش كيما نقولوا بلغتنا نحنا هكا، مازال شادت جول للناس الكل. راه ان شاء الله ما حتى حد ينجم يجبرنا على حاجه ان شاء الله. العباد حاب تعرف مستر جوجل وين ماشي بعد شويه، وين ماشي بعد شويه. ماشي ربيب. انا الحمد لله مع العباد اللي يسمعوا فينا الكل، فرحانه ياسر بالليميسيون، فرحانه بكم مالك فريمون، وانت تحكي وقريب نبكي والله. نستنى نستنى من قبيله باش نقول له مالك كامل اكتب وصور لنا معناتها السيناريو نتاعك. برافو الاولاد، محليكم الكل. نسلموا برشا على نسيم بورقيبه اللي ما نجمش يكون حاضر معنا زيد اليوم. ميرسي فشفوش، وصحه لوك جديد، نستناوك في الفيلم الجاي ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله، برشا فيلم، برشا موسيقى، برشا جو. نترحم كما قال قرنقص على صاحبي حلمي، وربي يرحمه وربي يغفر له ان شاء الله. اللي يسمعوا فينا واللي يتفرجوا فينا، ردوا بالكم على رواحكم، الكورونا مازالت ما فاتش. دونك نايلة زمالي، معز بن عمر في الاعداد، باجا في الاخراج، ميرسي بوكو. كانت هذه ولادة ديجيتال، نحن نتقابلوا السبت الجاي. تشاو.